بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. كل الشكر وكل الحب واحنا في أيام البصخة المقدسة واليوم الذي سلم فيه يهوذا الإسخريوطي السيد المسيح وقال له السيد المسيح: يا صاحب أبو قبلة تسلم ابن الإنسان. واليوم مطالب مسيحية بإعادة فتح الكنائس المغلقة، الكنائس التي أغلقت بصمد لوط وحل أزمة بناء كنيسة عزبة فرغلة. في ظل ما يتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطوات لترسيخ المواطنة وتأكيد مبدأ حرية العبادة وحرصه على بناء الكنائس في كافة المناطق الجديدة، وتأكيد ذلك بنفسه إلى أن بعض المحافظات ما زالت تعاني من استمرار لغلق بعض دور العبادة التي أغلقت في ظروف أمنية منذ سنوات، مثل بعض الكنائس بالمنيا وإسنا وسوهاج. وفي هذا الإطار نناشد وتناشد أقباط مركز سمالوطة بسرعة فتح بعض أبواب دور العبادة المغلقة. وسبق قبل 4 سنوات أن تقدم كانت سمالوط بالطلب لوزير الداخلية لفتح هذه الأماكن، ولكن حتى الآن ما زالت الأمور معلقة. ومن هذه الكنائس التي سبق وتقدم بها كنيسة البابا كورولوس بعزبة سميدة مغلقة من عام 2006، ولا توجد كنيسة أخرى غيرها. كنيسة السيدة العذراء بعزبة داود ويوسف مغلقة منذ عام 2006 ولا توجد كنيسة غيرها. كنيسة ماري جرجس بعزبة دبوس مغلقة من عام 2002 ولا توجد كنيسة غيرها. كنيسة ماري جرجس عزبة فرجلة تم حرقها من عام 2016 ولم يتم السماح بالبناء حتى الآن. كنيسة أبو مقار وعزبة أبو حنس الأرض مجهزة ولم تتم الموافقة بالمباني حتى الآن. ويأمل الأقباط في حدوث انفراجة بشأن هذه الكنائس المغلقة منذ سنوات، ورفع المعاناة عنهم والسماح لهم بحقهم في ممارسة الشعائر الدينية التي توقفت نتيجة الدواعي الأمنية. ويتابع الأقباط في كل إصدار جديد لمجلس الوزراء لتقنين الكنائس وأسماء دور العبادة التي تم تقنينها أملا في تقنين أوضاع كنائسهم. شيء يؤلم ويحزن، وشيخ الأزهر يكرم السوداني منقذ سيدة القطار ويوجه بعلاجه على نفقة الأزهر. استقبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يوم الأربعاء بمشيخة الأزهر الشاب السوداني أحمد المدسم الذي أنقذ سيدة المصرية من السقوط تحت عجلات القطار بأسيوط في يناير الماضي، ما أسفر عن إصابات المتبركة لكليهما. وأشاد الإمام الأكبر بالبطل السوداني أحمد المدسم مؤكدا أنه نموذج ومثال للشباب العربي الذي يحتذى به البطولة والشجاعة والخلق القويم وتجسيد مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، حيث لم يتأخر به التضحية بنفسه لإنقاذ السيدة المصرية الحاجة زمزم من دهس محقق تحت عجلات القطار. وأوجه فضيلة الإمام الأكبر بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للشاب السوداني وما يلزم به من استكمال علاجه ومستشفيات الأزهر، والتكفل بترقيبه طرف صناعي له بما يمكنه من استثناء حياته بشكل طبيعي. وحرص الإمام الأكبر على متابعة حالة الشاب السوداني والسيدة المصرية منذ وقوع الحادث في يناير الماضي، وحيث يكلف فضيلته وفدا أزهريا بمتابعة حالته وتوفيرها ويلزمه في رعاية صحية. كل الشكر والحب والتقدير عليكم، وإن شاء الله يكون في أعياد خير وأعياد مناسبة. ولا تنسوا تشتركوا بقناتكم قناة الملك والأمير، وكل الشكر والحب والتقدير لقداسة بابا تودروس ورئيسنا عبد الفتاح السيسي، نصلي من أجله كما طلبنا منك الكتاب المقدس. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم من كل الحب والتقدير، والسلام على رب يكون